تمشي بالنية وارقد في الثنية، ناس بكري ما خلوهش سايبة. مش معناها امشي بالنية، وشكون اللي يمشي بالنية؟ اللي يمشي بالنية هو صاحب النية، صاحب القلب الصافي النظيف، اللي يتوكل على ربي، اللي يسعى باش يرضي ربي، يتبع أوامره ويجتنب نواهيه. هذيك عنده ثقة في ربي وما يخاف من حتى بشر، هذيك يمشي بالنية. أما اللي قلبه مريض ما ينجمش يمشي بالنية، على خاطر نيته ماهيش صافية، نيته ماهيش سليمة، يخاف حتى من نيته. إذا كانك تمشي بالنية فأنت أقوى الناس، لأن القوة اللي عندك من عند ربي سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللي يمشي بالنية يستمد في قوته من عند ربي، ربي معاه، ربي حافظه، ربي يجعله ملائكة تحفظه في الليل وفي النهار. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفع القلم وجفت الصحف. حديث صحيح رواه الترمذي. إذا كان فهمت أن النفع والضر بيد ربي سبحانه مش بيد البشر، امشي بالنية وارقد في الثنية.